أيضا شهداء في هذه المنطقة، تحاول الفرق الوصول إلى هذه المناطق رغم حل من دمار هائل في أحياء الزيتون، وتراجع هذه القوات إلى مناطق جنوب شارع 8، فيما المنطقة بالأساس أيضا هي فيها طائرات استطلاع إسرائيلية، وبالتالي هناك خطورة أيضا في الوصول والدخول أكثر عمقا في الأحياء التي دمرتها القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة. أما الجانب الآخر من جنوب مدينة غزة، المنطقة الجنوبية الغربية شارع الرشيد، هناك إطلاق نار حدث في الساعات الماضية على مجموعة من المواطنين. نعم صالح، نحن نشاهد الآن صالح على الشاشة مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات على شارع الرشيد غرب مدينة غزة. هذه صور وصلتنا منذ قليل صالح من شارع الرشيد غرب مدينة غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال بشكل مباشر الفلسطينيين المدنيين وهم ينتظرون المساعدات هناك على شارع الرشيد. إليك مجددا صالح. نعم.